يعرف التدريس الفعال على انه عباره عن نوع ونمط من التدريس يعتمد على مشاركه الطلاب الذاتيه والفرديه والتي من خلالها يقوم بالبحث باستخدام مجموعه من الانشطه والوسائل والاساليب العلميه والتي تساعده على الوصول الى المعلومات المطلوبه بنفسه وتحت اشراف المعلم وتوجيهه وتقويمه إن الناظر إلى مخرجات التعليم العام في شتى دول العالم العربي يجد نسبة كبيرة منهم ليست في المستوى المأمول من ناحية امتلاكها للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة والقدرات الرياضية والعلوم بمختلف الفروع. فهناك ضعف عام نتج عن عدة عوامل اقتصادية ثقافية سياسية. وبالرغم من الجهود المبذوله من قبل المعلمين والمشرفين والمؤسسات في الدوله الا انها لم تحقق النتائج المرجوه بعد ولراب الصدع وانقاذ ما يمكن انقاذه واللحاق بالركب لزم ان يكون هناك علاجا لمختلف العوامل المؤثره ومنها نوعيه التدريس المقدم للطلاب اي اسلوب التعليم والتعلم وجعل التدريس فعالا قادرا على احداث التغيير, التغيير المطلوب ما هو التدريس الفعال هو ذلك النمط من التدريس الذي يفعل من دور الطالب في التعلم فلا يكون فيه متلقيا للمعلومات فقط بل مشاركا وباحثا عن المعلومه بشتى الوسائل الممكنه وبكلمات اكثر دقه هو نمط من التدريس يعتمد على النشاط الذاتي والمشاركه الايجابيه للمتعلم للمتعلم والتي من خلالها قد يقوم بالبحث مستخدما مجموعه من الانشطه والادوات والوسائل والعمليات العلميه كالملاحظه ووضع الفروض والقياس وقراءه البيانات والاستنتاج والتي تساعده في التوصل الى المعلومات المطلوبه بنفسه وتحت اشراف المعلم وتوجيهه وتقويمه فتكون بذلك يكون بذلك المعلم اسمه ميسر. ان اختيار الطريقه المناسبه لتدريس الموضوع له اثر كبير في تحقيق اهداف الماده وتختلف الطرائق باختلاف المواضيع والمواد وبيئه التدريس وعموما كلما كان اشتراك الطالب اكبر كلما كانت الطريقه افضل وعلاقه التدريس الفعال بطرق التدريس الاخرى مما يجعل اختيار الطريقة المناسبة لتدريس الموضوع لها أثر كبير في تحقيق أهداف المادة وتختلف الطرق باختلاف المواضيع والمواد وبيئة التدريس وعموما كلما كان اشتراك الطالب أكبر في عملية العملية التعلمية كلما كانت الطريقة أفضل ومن طرق التدريس التي ثبت جدواها على سبيل المثال وليس الحصر في التعليم العام ما يلي الطريقه الحواريه الطريقه الاستكشافيه والاستنتاجيه عروض التجارب العمليه واعداد البحوث التربويه المبسطه وطريقه حل المشكلات والرحلات العلميه والعمليه والزيارات الميدانيه وطريقه المشروع مثلا طريقه الوحدات الرئيسيه كثيرًا ما يتحدث المربون عن التعليم الفعال، فهل هناك شروط معينة أو مواصفات محددة للتعليم الفعال؟ هل هناك قواعد يتفق عليها المربون تحدد شروط التعليم الفعال ومواصفاته؟ فلو قلنا مثلا ان التعليم الجيد هو الذي يبنى على تخطيط جيد فهل هذا يعني ان مجرد توافر التخطيط الجيد يقودنا الى تعليم جيد بالضروره او اذا قلنا ان التعليم الجيد يتطلب معلما يتقن الماده الدراسيه فهل هذا يعني ان اتقان هذه الماده سيعكس بالضروره تعليما نشطا او تعليما فعالا ان دور المعلم في التدريس الفعال دور دور كبير وحيوي في العمليه التربويه اذ يجب ان يبتعد عن الدور التقليدي الالقائي التلقيني وان لا يكون وعاء للمعلومات بل ان يكون دوره توجيه الطلاب عند الحاجة وتيسير المعلومة عند الضرورة دون التدخل المباشر والكبير وعليه فان دوره الاساسي يكمن في التخطيط لتوجيه الطلاب ومساعدتهم على اعاده اكتشاف حقائق العلم وكمثال توضيحي لنفترض ان معلما سيدرس في ماده العلوم للمرحله الابتدائيه العوامل التي يحتاجها النبات لينمو بطريقه بالطريقه التقليديه. المعلم سيخبرهم عن حاجة النبات للضوء والماء والتربة الصالحة والهواء وينتهي الموضوع في أقل من عشر دقائق ولكن لن يكون لذلك تأثير حقيقي على معلومات الطلاب أو سلوكهم بينما في التدريس الفعال سيطرح المعلم على الطلاب السؤال التالي ما هي حاجات النبات أو ما العوامل الضرورية للإنبات أو نحو ذلك؟ ويترك الاجابه ليبحث عنها الطلاب ويقترح عليهم التجريب ويترك الفرصه الطلاب ليصمموا التجربة بشكل جماعي أو فردي أو تعاوني في الفصل ويشجع الطلاب على ذلك وفي نهاية الحصة الدراسية يكون الطلاب قد اتفقوا على طريقة لتنفيذ التجربة ووزعوا الأدوار بينهم في إجراء التجربة ومتابعتها وكتابة التقرير الذي سيتوصلون منه في النهاية إلى معرفة حاجة النبات فيكتشفوا الحقائق بانفسهم وهذا مما يجعلهم فعالين اكثر من دورهم المتلقي والسلبي أظهرت العديد من البحوث أن نسبة احتفاظ الطلبة بالمعلومة وإتقان مهارات التفكير العليا وتبني اتجاهات إيجابية ودافعية أكبر للتعليم في المستقبل في التعليم التقليدي تكون محددة بينما تكون هذه النسبة أعلى بكثير في التعليم التفاعلي. ما الفائدة التربوية لهذه الطريقة؟ أولًا تدرب الطلاب على الاسلوب العلمي في التفكير تدريب الطلاب على اسلوب الحوار والمناقشه المنظمه اكتساب الطلاب للمهاره العمليه المتعلقه بالتجربه تعلم الطلاب اسلوب كتابه التقارير العلميه تكوين مهاره التواصل وشرح الفكره العلميه للاخرين بطريقه مقنعه وممتعه واقع طرائق التدريس في مدارس التعليم العام المتامل لواقع طرائق التدريس في مدارس التعليم العام يظهر له جليا سياده طريقه التلقين والالقاء والحوار والمناقشه والتي يغلب عليها سيطره المعلم على حساب ونشاط وحيويه الطالب ولكن ما دور المدير مدير المدرسه في التدريس الفعال؟ طبعاً مدير المدرسة يهمه كثيراً أن تقدم مدرسته أفضل الأساليب في التعليم فيحس معلميه وهذا ما يجب عليه أن يفعل أن يحس معلميه لاستخدام أفضل الأساليب التربوية ويوسر لهم هذه العملية ويقتنع معهم بأن الإسلوب التلقيني في التعليم ليس مجدي أبداً وأن يعمل جاهدا على التأكد من قدرات المعلمين ومهاراتهم ويدربهم كذلك الأمر للعمل على تطوير هذه المهارات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم والتنسيق فيما بينهم لكي ينفذوا بعض الفعاليات في المدرسة أو على مستوى المدرسة كاملة وذلك بهدف رفع كفايه المعلمين وتنفيذ خطط اشرافيه تساعد المعلمين على اداء العمل بجوده تربويه مناسبه كما يلزم ان يكون المدير قدوه لمعلميه ليقدم نموذجا يحتذى به ويحتذى به بقيه المعلمين وعليه ان يطلع ببعض الحصص التدريسيه حسب تخصصه وان ينمي مهاراته في التدريس كذلك الامر ويدرب المعلمين على ذلك دور المشرف التربوي في التدريس الفعال المشرف التربوي هو مهندس العمليه التربويه والتعليميه وعليه تقع عملية التخطيط للطرق الفنية والتربوية الفضلة لتنفيذ المنهج المدرسي في المدارس فمن خبرته يستمد المعلمون الطرق والأساليب التدريسية الفعالة وعليه أن يتيح لهم الفرصة ليشاركوه في التخطيط لها وتنفيذها على أرض الواقع في المدارس مع أبنائهم الطلبة ولتحقيق ذلك يتوجب على المشرف التربوي وضع خطة إشرافية من بدايه العام لتغيير المسار التقليدي والتلقيني في وجعل التدريس فعالا، فالتدريس الفعال يحتاج ايضا الى توجيه واشراف فعال ويفترض بالمشرف التربوي ان يضع خطه حسب الخطوط العريضه التاليه. اولا لقاء عام يشمل جميع معلمي الماده في بدايه العام الدراسي. في الأسبوع الأول بهدف الاتفاق على تطبيق الأساليب الفعالة في التدريس، وتوزيع المنهج، وتحديد الوسائل التعليمية اللازمة لتنفيذ المنهج، وتوزيع الأدوار على مختلف المعلمين، ويتفق ويتفق على اجتماع لاحق في الأسبوع التالي لإحضار ما تم الاتفاق عليه سابقا. ثانياً، لقاء عام رقم اثنين. للاطلاع على ما تم من تبادل الاوراق بين المجموعه ومناقشه ما تم عمله والاتفاق على التنفيذ بحسب الخطه التي رسمت للتدريس ثالثا زياره المعلمين في المدارس لمعرفه مدى تطبيق الاساليب ولتوجيه المعلمين رابعا وهو اللقاء العام الثالث للاطلاع على ما اتفق عليه من فعاليات اشرافيه ودروس نموذجيه يمكن ان يقوم بها مباشرة هو كإنسان خبير أو القيام بورش عمل للتدريب لتدريب المعلمين على القيام بهذه الطرق المستجدة والمستحدثة أيضا هذه الدورات تكون بإشرافه مع المدير ويفضل أن تكون هذه يعني الاجتماعات صيفا قبل او قبل بدايه العام مباشره وقبل وجود الطلاب في المدارس وذلك لتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه من هذه المستلزمات وتوفيرها في المدارس التهيئه او التخطيط للدروس ثم تنفيذها عندما ياتي الطلاب وايضا تقويم العمل الذي تم وكتابه تقرير للاستفاده منه من الضروري جدا لكل مهتم بالتدريس ان يتعرف الى طرائق التدريس العامه والخاصه لانها محور الارتكاز لاي تدريس فعال وتعد سلاح المعلم الذي يستعين به في عمله ولها اثار مهمه على الموقف التدريسي كله وكذلك على التعلم ونتائجه، ومهما كانت غزارة المادة العلمية لدى المعلم فلن يكون النجاح حليفه إذا لم يملك الطريقة التدريسية الناجحة. ويعد التربويون الطريقة التدريسية من عناصر المنهج بمفهومه الواسع. ما أهمية التدريس الفعال على المستوى العام؟ طبعا التدريس الفعال يقضي على هذا الروتين القاتل الذي يعاني منه الطلاب يكون الطالب هو محور العمليه التربويه بالفعل كما كنا ننادي دائما ولكن الحقيقه المنهج هو المحور الان علينا ان ننتبه الى ان الطالب هو اهم من العمليه التربويه ووضعت كل هذه العمليه التربويه من اجل الطالب من اجل هذا المنتج الذي سوف يكون مخرجات تربوية حقيقية تفيد البلد بشكل عام، تفيد الفرد وتفيد المجتمع وتفيد الاسرة بالتاكيد. لذلك علينا ان ننتبه بان ما يهمنا من كل العملية التربوية هو الطالب اولا، ولذلك علينا ان نحترم عقله ونعرف كيف يفكر باي طريقة، انه يفكر بالطريقة اولا الحسية الحركيه للوصول الى التجريد فليس علينا ابدا كمعلمين ان نلقن هذا الطالب هذه الافكار التجريديه ونجعله يحفظها حفظا صما دون اي استثاره لعقله وتنبيه لمقدراته ومدركاته ودون وضع بعض الحلول كعصف الدماغ مثلا طريقه حل المشكلات طريقه البحث العلمي كل هذه يجب تفعيلها منذ البدايه منذ المدرسه الابتدائيه حتى لا نبالغ اذا قلنا يمكن منذ مرحله رياض الاطفال ان نفعل طريقه البحث العلمي وان نطلب وذلك من خلال طرح اسئله هي بمستوى الاطفال اسئله كثيره وجميله جدا وتكون الاجابات بالتاكيد نحن متاكدين بان الاجابات ستكون ذكيه بقدر ذكاء طلابنا هم أذكي ولكن علينا ان نفعل هذا الذكاء لذلك التدريس الفعال يجب ان ينظر الى فكره ان الطالب هو الاساس وهو الأهم بالعملية التربوية ولذلك علينا أن نبحث عن كل الطرق التي تستطيع أن توصل المعلومة بطريقة جذابة وبطريقة محببة وبطريقة أولاً حسية حركية ثم نصل إلى التجريد ليس وليس البصم أبداً هو الذي يعلم طلابنا، الطلاب اليوم يهربون من الدروس يشاغبون لأنهم لا يفعلون. لانهم متلقين فقط سلبيين، هذا ما يجب ان نفعله بالتدريس الفعال. نستنتج مما سبق بان التدريس الفعال هو الحل الاجمل والافضل ل تفعيل طلابنا في المدارس وتفعيل دور المعلم أيضاً كميسر للعملية التربوية وليس كملقن تفعيل دور المدير في تهيئه الاجواء المناسبه للسماح باجراء التجارب والفعاليات العلميه والعمليه حتى اجراء المسرحيات، اجراء كل هذه القضايا التي تساهم في تفعيل التدريس وان يكون المفعل الحقيقي هو الطالب ولكن بخطه من المدرس بالاتفاق مع المدير باشراف المشرف. التربوي وهذا طبعا ما يضمن جاذبيه التعليم يضمن عدم ملل الاطفال من التعليم وعودتهم الى التفكير العلمي الصحيح